شكرا سي الشرقي، الكلمة لسي نور الدين يتحمدها. السيد الرئيس، السادة الوزراء، إخواني أخواتي، السلام عليكم. سمعت نهار الخميس السيد الرئيس المجلس دار بعض التعليق. التعليق الأول داروا على صحفيين. بالنسبة لي الصحافة الجزائرية اللي كانت مهددة من طرف الإرهاب بالأمس القريب واليوم هي مهددة من طرف العدل الجزائرية، ما بقانا نحن كنواب إن نساندوا هذه الصحافة مهما ما كانت النقايص ديالها. سمعت اليوم ثانيت بعض الصديق والزميل يتكلم على العدو الداخلي والعدو الخارجي. حنا باش نكونوا صرحاء بيناتنا، حنا ما عندنا حتى عدو في الجزائر. العدو تاع الامس حنا خرجناه، والعدو الداخلي يسموه لا كوربسيون، العدو الداخلي يسموه لا فول دي بونك، العدو الداخلي يسموه التزوير الانتخابات، والعدو الداخلي يسموه 13 وزير من لا كومين وحده. التعليق الثاني داروا السيد الرئيس بعد التدخل تاع الار سي دي، واللي يقول بان الديمقراطيه هي الاغلبيه والاقليه. هذا صحيح، ولكن صحيح في بلدان الديمقراطية والبلدان وين الانتخابات ماهيش مزورة. التزوير الأرقام مشكل الوحيد للدولة الجزائرية، مثل نوستين إلى يومنا هذا وإحنا نزوروا في الأرقام. زورنا الأرقام الشهداء، ماذا بنا كان يكون الوزير المجاهدين يقولنا الرقم الصحيح تاع الشهداء اللي توفوا في حرب التحرير. زورنا الارقام المجاهدين، والوزير المجاهدين شخصيا يصرح يقول جي 10000 مجاهدين. من بينين هذو المجاهدين المزورين اللي راهم رايحين يستفادوا من الدراهم تاع وزاره المجاهدين، فيه بعض المجاهدين، فيه بعض الناس اللي زوروا لاتيستاسيون ديالو. سيد الرئيس، عندي لهنا اون اتيستاسيون دو مينيستير دو لا ديفونس فرونسيز، وين يتكلموا على شخص ما نقولش شمو شنو القاعد وتنهزل لهنا اللي كان بياع. هاي ليك عندي لاتيستاسيون تاع المجاهدين، كان مجاهد 55 62. هذو الناس اللي رانا رايحين نخلصوا لهم لا بونسيون تاع المجاهدين. سينو المجاهدين الابرار اللي كانوا بالامس يكافحوا فرنسا المعطوبين، هذوك نحطوهم فوق ريسانا. بعد التزوير الارقام زورتوا حتى التاريخ. الشيء اللي وصلني باش نتكلم على اكبر جريمه عرف التاريخ الجزائري هي الجريمه اللي وقعت ضد عميروش والحواس. فرنسا قتلتهم، دفنتهم من بعد الانقلاب العسكري تاع 1965، لو كو ديتا 65، راحوا جبدوا عميروش والحواس من بوسعاده، داوهم ليتا ماجور جوندارمري، حطوهم في الحبس من بعد التحقيق اللي درتو انا. وشت الرئيس انذاك شادلي بن جديد وهو مشكور على ذلك، من بعد ما دار تحقيقات جاب عميروش الحواس ودفناهم في العالية. الدولة الجزائرية اللي تسرق الشهداء ديالها وديرهم في الحبس مازال تهضروا؟ عندكم وجه تشوفونا؟ والله الناس اللي ضد الجزائر ما تستحوش، نوسم لي زلمي ديال الانتيريور دروك، حنا جبنا لكم الاستقلال. سيد الرئيس، كل الأرقام
هذه مزوره. قلت لنا نو زالون كونستروير 1 مليون دو لوجمون، ما كاش منها. فو نالي با كونستروير 1 مليون دو لوجمون. شي حاجه اللي راكم راح تبنيوها. لالجيريا ريكلي سي بروبلام، بقى لنا غير جامع، ما بنيناش جامع. نبنيو جامع ابري دو 4 مليار دو دولار، وعلى بالي الشكاره راحت ديجا على الجامع. الناس اللي ياكلوا حتى الجوا ما تاكلوهم، والجامع هذا وين يبنيو؟ في الوداع الحراش. وربي ما تخافوش، حتى الجامع تبنيو في الوداع الحراش. الدولة الإسلامية سي فرصة نقول ما تبنيوش الجامع في الحراش، بنيو وين الناس يروحوا يصليو وما يشنطوا وما يديروش الفوحة. أنت دولة إسلامية، روح حارب الإرهاب للدولة الإسلامية. نسبة التشغيل، ومن بعد نوريك الدولة الإسلامية وراهي. نسبة البطالة، الرقم هذا مزور. نسبة التشغيل مزور. والعجيب العالم بإسريه، لا الشين، لونيون سوفي، لا روسي، فرنسا، أوروبا، كاع راهي تزقي. راهم خايفين بالأزمة، وحنا الحمد لله بفضل ربي هاني رجعت للدولة الإسلامية ديالك، وبفضل الرئيس الجمهورية نصره الله رانا رجعنا. الأزمة جات كاع للبلدان، احنا حبسناها في لافرونتير ماروكان وفي لافرونتير تونيزيا بفضل الله. الشيء اللي وصلني باش نقول العدو الوحيد هو الكذب اللي راكم تكذبوا على الجزائريين. اون 1900 اليوم الناس يموتوا في الصحراء سو دي ترومبدو، الناس يموتوا في الصحراء بالعطش. في غردايا ماتوا الله يرحمهم سو دي ترومبدو. وسمعتكم كاع كيما شكرا 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 شكرا. خلاص خلاص الان خلاص، من فضلكم من فضلكم يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي هذه نوقف الجلسة. من فضلكم ما تطيحوش في الفخ تاع الاستفزاز، ما تطيحوش في الفخ تاع الاستفزاز. الكلمة تاع الكلمة الان سي سيد كمال